شد وجذب في أروقة مجلس النواب العراقي بسبب قانون الانتخابات المثير للجدل السياسي والذي يرفضه المحتجون جملة وتفصيلا. ففي وقت تريد فيه كتلا سياسية اعتماد قانون انتخابات على أساس فردي، أي أن يكون الفوز بأعلى الأصوات، فإن كتلا أخرى ترفض هذه الصيغة وتطالب بنسبة 50% للفردية ومثلها للقوائم، فيما تطالب الكتل الكردية ببقائه على ما هو عليه الآن. نقابة الأكاديميين العراقيين فرع كربلاء وبعد الاجتماع الثاني لها لمناقشة القانون طالبت مجلس النواب بالرضوخ لما ينادي به الشعب العراقي في ساحات الاحتجاج. الآن مجلس النواب عاكف على قرار قانون انتخابات العامة، وهي لابد أن ترضخ أو تستجيب لمطالب المتظاهرين السلميين التي أكدت أن يكون العراق دوائر متعددة وأن يكون أعلى الأصوات بنسبة 100% هو الذي يحتل هذه المقاعد الانتخابية في مجلس النواب العراقي. بالفعل أن مجلس النواب العراقي المقبل سيكون عليه مسؤولية كبيرة، لكون هناك ستجري عملية تعديل لفقرات الدستور العراقي التي هو يعد من الدساتير المهمة التي تسير البلد، وهذه النقاشات وهذه الاجتماعات قد أكدتها كثير من لقاءات النقابات والاتحادات في كربلاء المقدسة. المشاركون أكدوا أن الانتخابات السابقة شهدت خروقات كثيرة، لذلك لابد من حلول جذرية للمشكلة. تم التأكيد على بعض النقاط الأساسية والملاحظات الموجودة في مشروع قانون الانتخابات، والتأكيد على ضرورة أن يكون أو يتضمن مشروع قانون الانتخابات الدوائر المتعددة، كذلك القوائم المفتوحة، كذلك الفائز بأعلى الأصوات، بالإضافة إلى ذلك تشكيل حكومة مستقلة وتكون هذه الحكومة من التكنوقراط، وكذلك يشهد لها بالنزاهة والكفاءة لإدارة العراق وحل هذه المشاكل التي يعاني منها الشارع العراقي. طرحنا أن يكون أن تكون يعني حكومة مؤقتة، وهذه الحكومة المؤقتة تأسس لقوانين الأحزاب المستقبلية وتأسس لأصول والوصول لمجلس النواب والمفوضية التي راح تشرح عن الانتخابات. وبحسب نواب في البرلمان فإن من أهم النقاط المختلف عليها حول قانون الانتخابات موضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة التي تحتاج إلى شرح فني، ونقاط خلافية أخرى تتمثل في إصرار بعض الكتل السياسية على العد الإلكتروني الذي أثبت فشله نتيجة لعمليات التزوير التي صاحبت الانتخابات الماضية.